الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا وبحوله وقوته مع شعب الإيمان، باب الرجاء في الله تعالى، باب الرجاء في الله تعالى. بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى كما رأوا بسنده، قال بهذا الإسناد السابق، يعني أخبرنا معمر بن راشد، قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي اليماني من الثقات الأثبات، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة لأن كتبه كانت في اليمن بعدما تزوج فيها. قال عن زيد بن أسلم من ثقات الأثبات أن رجلا كان في الأمم مجتهدا في العبادة، ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله جل في علاه، ثم مات فقال: أي رب، ما لي عندك؟ قال: النار. قال: أي رب، فأين عبادتي واجتهادي؟ فيقول: إنك كنت تقنط الناس من رحمتي، إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا، فأنا أقنطك من رحمتي في الآخرة أو هنا. قال: أقنطك اليوم من رحمتي. قال البياقي رحمه الله تعالى: ولعل هذا الرجل كان يرى النجاة في عبادته ويعتمد عليها، ولا يذكر مغفرة أو مغفرة الله عز وجل الذنوب لمن يشاء من عباده، بل كان يستبعدها. وبسندي عن الأعمش عن أبي سعد عن أبي الكنود قال: مر عبد الله هنا المقصود به طبعا أهل الكوفة هؤلاء، إذن المقصود به هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، على قاص. تعلمون أن مجالس الوعظ والتذكير كانت في الرحيل الأول في المتقدمين مجالس القصاص، ومجالس الحديث والفقه والعلم مجالس العلماء. ولذلك ابن مسعود قال لمن معه: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، وسيأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، أو قال الخطباء ويقل فيه الفقهاء. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: يا مذكر، يعني من تجلي، يا من تجلي استعد الناس، يا مذكر لا تقنط الناس ثم تقرأ، لا تقنط الناس، يا مذكر لا تقنط الناس ثم قرأ. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وروى بسنده عن ثابت قال: كان داود عليه السلام يذكر ذنوبه فأخاف الله
مخافة تنفرج أعضاؤه ومفاصله من مواضعها. عليكم السلام جميعا. ثم أذكر رحمة الله على أهل الذنوب ورأفته بهم، فيرجع كل عضو إلى موضعه. هذه الأثار الثلاثة أثار من الأهمية بالمكان، وفيها جمل عقدية قلبية وعظيمة. أولها: كان رجل يجتهد في العبادة. الاجتهاد في العبادة مطلوب، قد قال الله تعالى: فالاجتهادة في العبادة مطلوبة، مندوب إليها، محسوس عليها. قد قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله جل في علاه عن أصفيائه وأوليائه وأنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدم من الاجتهاد في العبادة. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالاجتهاد في العبادة مطلوب. وعثمان قام الليل كله في ركعة واحدة، وقرأ القرآن كله، ختمه كله في ركعة واحدة. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رجلا أسيفا بكاء يؤثر إذا قرأ القرآن، فكان يقرأ القرآن ويصلي ويجتهد في صلاته ويوتر قبل أن ينام. وكان يشتد عمر على نفسه فيوتر بعد القيام. فكانوا يجتهدون في العبادة. فالاجتهاد في العبادة فيه علامة على صدق عبودية المكلف لله جل في علاه. لكن يبقى لنا أن نقول أن هذه الاجتهادة لابد أن تتجنب فيها أو يتجنب فيها المكلف الغلو أو الجفو، ولابد أن يعلم أنه لا اجتهاد إلا تحت طوق الشرع، وأن المرء لو اجتهد بغير طوق الشرع يبتدع في دين الله، ومن ابتدع في دين الله جل في علاه أفسد أكثر مما يصلح، وابتعد وما اقترب، وما ازداد لله باجتهاده إلا بعدا، ما ازداد لله باجتهاده إلا بعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: هو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. والثاني قال: أقوم ولا أنام. والثالث قال: أتبتل، لا أتزوج النساء، أتفرغ لعبادة ربي. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أيما إنكار، واشتد نكيره عندما قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وإني لأعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له. فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالاجتهاد في محله مطلوب. وكان العبد صادق عزم والنية لله جل في علاه، ما دام في طوق الشرع فهو ممدوح، فإن شب عن الطوق فإنه يكون ويصير مذموما، كهذا الرجل الذي اجتهد في العبادة على غير بصيرة، ولذلك ابتلي بالعجب ثم الكبر كما سيأتي. ولذلك قال: ويشدد على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والحديث الضعيف ولكن المعنى صحيح: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المنبت
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا يصل إلى ما يريد ولا ما يصبو إليه. لابد للمرء أن يكون ذا اجتهاد وإتقان ومسارعة في الخيرات، لكن على طوق الشرع. فالإنسان لا يرتقي إلى ربه جل في علاه إلا إذا كان كذلك. فقال: ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله. ويقنط الناس من رحمة الله، تحجير واسع. هذه أصعب ما نراه فيه. عامة أقول في أمور كثيرة، فعندما يقول ويقنط الناس من رحمة الله، هذا أعظم الذنوب التي وقع فيها، وهذا أكل كل الحسنات التي قدمها، لأنه لم يحبب ربه لعباده، بل بغضه لعباده. فانظروا كيف يقول ويقنط الناس من رحمة الله، وهذا من عظم الجهل بالله جل في علاه. لما قتل الرجل 100 نفس وذهب إلى العابد غر حسبه عالما، قال له: قتلت 99 نفسا، أريد التوبة. قال: أنت جريء، لا توبة لك، قتلت 99 نفسا، لا توبة لك. وقنطه من رحمة الله. غلو وعبادة على جهل وعدم الفهم عن الله جل في علاه وعدم التعرف على الله حسن التعرف أودى به إلى هذه الجهالات. فلما قال ذلك قتله، جاهل قتله جهله. فلما مات قال: أي ربي ما لي عندك. وهذه أيضا فيها مسائل، عندما قال ما لي عندك وقال فأين عبادتي واجتهادي، ففيها أمور عظام، منها أنه يرى نفسه وقدم نفسه على ربه جل في علاه، وهذا فعل المنافقين، وهذا فعل من يعلم من نفسه ما لا يعلمه ربه جل في علاه. حشاه فإنه يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. قدم نفسه على ربه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إنه رأى نفسه عابدا صائما قائما متصدقا، وقد غفل عن قول الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. في كل شيء، في كل شيء أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. ففقركم للهداية أعظم الفقر، وعجزكم عنها أعظم العجز. فلا توفقون لهداية ولا لطاعة ولا لعبادة إلا بالله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم. شوف، أضافها إليكم عدلا: إنما هي أعمالكم، أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، زي قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أوليته سبحانه جل في علاه هو الذي ذكرك بهذه العبادة ووفقك لها وأوزع في قلبك أن تقوم بها، ثم أعان بدنك على القيام بها، ثم قبلها منك. كل هذه النعائم يغفل عنها المكلف، يا للخسارة ويا للويل. فقال: فأين عبادتي؟ فنسي ربه جل في علاه، وقدم نفسه على أنه هو الذي تعبد، وهو الذي قد اشتد على نفسه اجتهادا، والحق أنه ليس منه من شيء. قال ابن تيمية: قال ليس مني شيء، ليس بي شيء، ليس لي شيء. فهو يدلي بنفسه على ربه، فيستكثر عليه ويثبت عبادته وينسبها لنفسه. لذلك قال: فأين عبادتي وأين اجتهادي؟ والله جل في علاه يقول لنبيه هو سيد الخلق أجمعين: ولا تمنن تستكثر. فالرجل يدلي بنفسه على ربه جل في علاه، لذلك استكثر
وامتلأ عجبا وكبرا. فقال لما قيل لما سأل قال ما لي عندك؟ وهذه فيها نظرة الاعتزال، إلزام الله جل في علاه بالثواب أو بالعقاب. الله جل في علاه يقول عن جميع الخلق وعن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمر الثالث الجلل الذي وقع فيه هذا الجاهل أنه قنط الناس من رحمة الله جل في علاه، حجر واسعا، وتحجير الواسع من أعظم الذنوب، فإن الله قال رحمتي وسعت كل شيء، وهو يقنط الناس من رحمة الله جل في علاه ويوئسهم. وهذا كالرجل من بني إسرائيل لما مر على أخيه المذنب يقول له اتق الله وأقصر، فيقول الآخر له شأني دعني وربي، خلني وربي. في الثانية يقول له اتق الله وأقصر، فقال له خلني وربي. ففي الثالثة قال اتق الله وأقصر، قال خلني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. استبعد ذلك لما في نفسه وعمله على أنه رب لا عبد، فقال لا والله لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهما الله جل في علاه فقال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ المسألة أنه قدم نفسه على ربه جل في علاه، وقد قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فقال عذبتك وغفرت له. عذبتك، هذا كان يرجو الله خليني وربي، وهذا يقنط من رحمة الله، فقال عذبتك وغفرت له. والتقنيط من رحمة الله فيه لفتة عقائدية مهمة تجعل المرء يستحق النار. ما هي؟ ده فيها أمور ثلاثة أريدها: إبعاد العباد عن اللجأ إلى الله تعالى، التألي على الله، ممتاز ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قلت عندما يقنط عباد الله من الله فيها أمور عقدية ثلاثة مهمة جدا يستحق بها النار: إبعاد العباد عن اللجأ إلى الله، ترك عبادة الشرك. نعم، طيب، وطبعا خلاص الإجابات جيدة. أولا سوء الظن بالله جل في علاه، سوء الظن بالله هي من أعظم ما وقع فيه، لأنه يقنط الناس من رحمة الله جل في علاه ويستبعد مغفرة الله لعباده الذين تجاوزوا الحدود، فهذا سوء ظن بالله. وسوء الظن بالله جل في علاه من صفات المشركين. الأمر الثاني أنه يعامل الناس جل في علاه يرى في نفسه فيه منازعة الربوبية، ومنازعة الربوبية من فعله، وهو يقول لا يغفر الله لك. والأمر الثالث من الأهم بمكان هو نفي صفة المغفرة والرحمة. ويمكن أن يقال أصله في هذا الباب سوء ظن بالله جل في علاه. وأما الحديث الثاني أو الأثر الثاني وهو مرور عبد الله بن مسعود على القصاص يا مذكر لا تقنط الناس، فهذه أيضا فيها دلالة على أن مجالس الوعظ والتذكير ومجالس تدقيق القلوب هي لها مكانة وأهمية، لكن في الرعيل الأول ما كانت هي الأصل ولا الأساس، وكأن لا ينفرد بها أو لا يتصدى لها إلا الوعاظ، ليس العلماء. ولذلك ابن مسعود كان من علماء الأمة، بل هو من أعظم علماء الأمة. مر على هذا المجلس وقال يا مذكر لا تقنط الناس، أرشده أولا. وهذا الفرق بين الزمانين، زمن كان الناس يكتظون في مجالس الحديث والفقه والعلوم. أمين، جزاكم الله خير. أمين. وبين زمن لا نرى فيه إلا صيحات الوعظ، وهذا خير كبير،
لكن تصديره في هلكة الأمة وفي هلكة من يعيش في الأمة أو من يصبو إلى نصرة هذا الدين ونصرة هذه الأمة. نعم، المهم أنه قال: يا مذكر لا تقنط الناس، ليت هذا الزمان يكتظ الناس فيه على مجالس العلم والفقه، يستنيرون بذلك عبادة ونصرة لدين الله جل في علاه. ثم قرأ قول الله جل في علاه معلما إياه: لا تقنط. ثم قرأ: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ففيها حتى تعليم الوعظ فلا بد فيه من الاستدلال، ولا بد من ربط الناس بالأدلة بالكتاب والسنة. هذا تمرس حتى يرتبط الناس بالكتاب والسنة. قال: لا تقنط الناس، ثم ذكره وقرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويا لها من آية عظيمة، من أرجى آيات الكتاب، لا سيما لمن أسرف على نفسه وعاث في الأرض فسادا وأطبق الأرض معصية وخطايا وتعديا، فليعلم أن له ربا يأخذ بالذنب، نعم، لكنه يغفر الذنب. وإن تردد الأمر بين الأخذ والمغفرة فالمغفرة. كتب ربكم كتابا هو عند العرش بيده، رحمتي سبقت غضبي. فكان أصلا أصيلا في هذا الباب، رحمتي غلبت غضبي، في قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله إن قلت أن هذه أعظم آيات الرجاء ما أبعدته. وفي الآية اللطف والرأفة والرحمة والرقة، إن صح التعبير في الرقة أقصد رأفة، وفيه ما فيه من الحنو، وفيه ما فيه من الاستدعاء للنجاة. أصل هذا كله في الآيات إيش؟ هذا سؤال لكم. أصل هذا كله في الآيات إيش؟ حسن الظن بالله، ممتاز. أنا أريد بس في الآية يأتون بالشاهد، حسن الظن بالله ورجاء فيما عنده، ممتاز ممتاز، فخر الذات المخلوق، ممتاز. أقصد ائتوني من الآية ما قلت فيه، وبعدين دللوا بها أو أأتوا بوجه الدلالة فيها على هذا القول. وهذا صح جدا. طبعا ساعة فضل هي أبلغ ما تكون في الآية. طب انظروا إلى الآيات وأتوني بما ترون من عظيم الرأفة والرحمة والإحسان والبر والجود والعطاء، كله يجتمع في الآيات: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ممتاز. أتم الإجابات: إن الله يغفر الذنوب جميعا، دل على الذنوب صغيرة وكبيرة. ممتاز ممتاز. أبين لكم الآيات لابد فيها من قلب يتضح فيه الجميع كله جميعا. نعم، إجابات كلها رائعة. الله أكبر، ممتاز يا إسراء، ممتاز ممتاز يا إسراء. اللفتة الأولى من الآيات عندما يقول الله جل في علاه: يا عبادي، يا عبادي، نسبهم له شرفا وقربا، مع وصفه لهم أنهم أسرفوا على أنفسهم. يا عبادي رغم الإسراف وصفهم. ممتاز 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 أدينا، ممتاز، ممتازين جميعا والله، ما شاء الله ولا قدر بالله، أضافهم له. هذا هو. قال: يا عبادي، يا عبادي شرفا، يا عبادي قربا، يا عبادي منزلة، يا عبادي
الذين أسرفوا على أنفسهم، معناه وصفهم بالإسراف على النفس، وصفهم بالعبودية، فشرفهم بالعبودية التي شرف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأضافهم إليه إضافة التشريف والقرب والمنزلة. يعني مهما كنت وبلغت ذنوبك زبد البحر فأنت أقرب ما تكون لي، بل أنا أقرب ما أكون لك. مع أن الله جل وعلا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه ليست مخالفة ولا مناقضة لهذه الآية. هناك رحمتان، رحمة للعاصي ورحمة للمطيع. رحمة المطيع تستلزم رفعة المنزلة، تستلزم رفعة المنزلة ورفيع المكانة، ورحمة العاصي تستلزم رأفة وحنوا ومغفرة وسترا. فلا مخالفة بين الرحمتين. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقربه، شوف هنا السياق حاكم في هذا الباب، لأنهم لما بلغت ذنوبهم عنان السماء وملأت زبد البحر فكان سبيلا للقنوط، فأراد الله جل في علاه الإسراع بهم وأراد إنقاذهم من القنوط، فوصفهم مع بعد المعصية بالقرب من رب البرية جل في علاه. يا عبادي قربا ومنزلة وسترا ومغفرة ورحمة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهنا يصرح لهم بالإسراف على النفس ليعلمهم أنه يعلم ما هم فيه وما هم عليه، ومع ذلك قد وسمهم ووصفهم شرفا وقربا. يا عبادي قال لا تقنطوا من رحمة الله، هذا حرام، ولأن القنوط من رحمة الله من فعل المشركين. لا تقنطوا من رحمة الله، وأضاف الرحمة إلى الله جل في علاه على سعتها، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إما أن نقول هذا عام مخصوص وهو ظاهر، فهذه الآية عام مخصوص، خصت هذه الآية بقول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو نقول بل هو عام باق على عمومه. فيبقى لنا الإشكال، ماذا تفعلون في قول إن الله لا يغفر ويشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قلنا لا يغفره إن لم يتب منه صاحبه، فإن تاب غفر له، فتكون في حق التائب هنا في هذا الباب. وهذا ما فصله ابن كثير، لكن اللفت الأعظم في هذا الباب قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني صغيرها وكبيرها، وهذه فيها دلالة على أن فاعل الكبائر ليس بكافر، ردا على الخوارج والمعتزلة، وأيضا فيها تطميع الناس الذين أسرفوا على أنفسهم أن الله يغفر لهم. النبي قال من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وإن حملها بعضهم على الصغائر فهي والله محمولة على الصغائر والكبائر. نقف عند هذا. أشكر لكم فضلكم وثباتكم على الطلب، وأستميحكم عذرا. فوائد حسن التعبد لله بصفة الأولية. الفائدة الثانية الرد على الجبرية. الثالثة أعظم الذنوب سوء الظن بعلام الغيوب. أعظم الذنوب سوء الظن بعلام الغيوب. حفظكم ربي وأحسن الله إليكم. لو في سؤال سريع تفضلوا، وإلا فقد أتم الله علينا الدرس، فلله الحمد والمنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.